السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة رح يكون عن سلسلة GNCIA اللي هم من شركة جونيبر. راوترات كثير يعني رائعة وكثير سريعة جدا، وفيها مميزات يعني تختلف عن باقي الراوترات اللي تعاملت معها طول حياتك. إذا أنت كنت حتى في يعني شخص experience في عالم الشبكات، وحتى لو كنت يعني إلى خبرة فترة طويلة، فطريقة التعامل معهم تختلف. بيعتمدوا على طبعا السيكوريتي بشكل كبير. فيهم كمان مزايا اللي هي مزايا يعني خاصة بنظام الجونوس، يعني جونيبر اوبريتنج سيستم بشكل خاص. طبعا هون أنا وضعت يعني بعض يعني الأمور اللي راح تسهل علينا، يعني مش موضوع معقد هذا كله للتسهيل. انه يعني هون عندك السبنت الموجودة، هون عندي السبنت يعني الموجودة بهاي الجهة، عندي اثنين هوست يعني جهازين، اي ايش ما كانوا مدام لهم اي بي ادرس فهمو جهازين هوست يعني. في عنا لينوكس راوتر هون، في عنا لينوكس راوتر، في عنا سيسكو راوتر هون، عندي الشبكة هاي موجودة هون. ويعني بدنا نعمل كونفيجريشن لأول شيء جونيبر اوبريتنج سيستم. طبعا ليش اي ام 1 وهون اي ام 0؟ لانه هذول فيرتشوال ماشين وهم يعني مش جيج اي، ولكن تقدر تعتبرهم جيجا بت ايثرنت. وبننتقل للراوتر جونيبر ار 1 ار 2. طبعا انت شايف هون يعني انا دخلت على يعني على الراوتر. خلينا نعمل اكزيت ونعمل شو انترفيسز ترس. فانت شايف هاي عندي اي ام 0 اللي هو جيجا بت ايثرنت 0، جيجا بت ايثرنت 1، جيجا بت ايثرنت 2 3 4 5 6 7. هذول كل الانترفيسز الموجودات عندي، يعني 8 انترفيسز. كمان هنا لو اجيت عملت اكزيت وعملت شو انترفيسز ترس، فانت شايف هون نفس الشيء. انا عندي هذول، طبعا باقي الانترفيسز راح نتكلم عنهم، لكن كل شيء بوقته يعني جميل. هون انا حاط الهوست نيم، هون مش حاط الهوست نيم يبدو اني. فنبدا بالهوست نيم عشان نعرف يعني احنا شو اللي شغالين عليه. فست سيستم هوست نيم جونيبر ار 2 هاي مبدئيا. خلينا نعمل كوميت. طبعا هنا كمان احنا بدنا نعمل كونفيجريشن لاول انترفيس اللي هو اي ام 1، اي ام 1 واي ام 1 من هاي الجهه على 2 3/24. فانا بقدر احكي له سيت انترفيسز. بعد ما ادخل على سيت انترفيسز او بعتذر منكم اديت انترفيسز، بعد ما ادخل على اديت يعني شايف هون صار اديت، هون اديت انترفيسز. بعدين بقدر هنا احكي له edit em مثلا 1، بعد ما ادخل ايه مثلا edit يعني هيك edit unit 0، بعد ما edit مثلا ايش اللي بعديها edit family inet. بعد ما ادخل edit family inet بقدر كمان احكي له edit مثلا الادرس. هنا طبعا بدك تحط الادرس يعني edit address. شوف شو المطلوب منا source destination. خلص ما ضل عندنا يعني زي كأنك هون صرت بدك تحكي له set، يعني set هاي مثلا address 192.168.23.2/24 enter. الآن انت هاي كلياتها علشان بس تحط interface، تقدر تدخل فيهم بالتفصيل يعني تحكي له انا edit كذا. وهون كمان بعطينا خيارات كثيرة، يعني في عنا مثلا او لا مش هون هو فعليا هون، بس هون بحكي لك يعني الاشياء. لو حكيت له شو فهون بعطيك بس الادرس وال، لكن اذا حكيت له اكزيت من هون، لو حكينا له الان شو في عندك مثلا خيارات ممكن نستخدمها عنا، مثلا ديليت، لود، اذا في عندك يعني نوع من الكونفيجريشن اعدادات عاملها حفظ عندك. خلينا نشوف مثلا سيت
ايش في بالست؟ ست ايش؟ في عندك مثلا فيلان اي دي، فاميلي، فاميلي حكينا عنها، بوليسر لاير 2 بوليسر. لا لكن انا راح ارجع احكي له edit address بعدين set. شوف ايش في كمان بالست هون. طبعا هون في خيارات ثانية، لكن كمان في عندك الباندويث، set باندويث اذا بدك تحط باندويث معين. خلنا نعمل exit هون، شوف الست هون ايش تعطينا. مثلا هون ايش الانترفيسز، مثلا set اي انترفيس. انا حاليا بالإيديت انترفيسز، لو دخلت عليهم كلياتهم يعني edit address edit edit interface edit edit am 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 1 edit family of edit unit 0. فانا بقدر ارجع بخطوه واحده احكي له top بيرجعني للإيديت. هون هاي الشاشه اللي احنا متعودين عليها، بنحكي له كوميت بعمل كوميت. الان بقدر احكي له من هون شو انترفيسز او ران شو انترفيسز درس، بدل ما ارجع لا هاي. الان احنا شايفين هون انه وضع الـ يعني وضع الاي بي ادرس على الانترفيس. لو حكيت له ران شو راوت، فانتوا شايفين هون هاي الراوت اللي عندي. شو هي الراوت هاي؟ دايركت. دايركت يعني متصلة بالراوتر، متصلة لوكال. هاي الاي بي ادرس تبعك عليها، هاي الاي بي ادرس لوكال، وهاي بالنسبة لك دايركت الشبكة. دايركت يعني انت متصل بالشبكة بشكل مباشر. هاي اول انترفيس. بقدر من هون اقوم بكل اللي قمت فيه في المرة الماضية واعين set interface em 0. هذا وين الاي ام 0؟ اللي هو هون بهاي المنطقه اللي هو متصل مع الشبكه اللي هي دوت 2. فانا بحكي له اي ام 0 يونت 0 فاميلي اي نت، بعدين احكي له الادرس 192.168.2.1 اللي هو لانه هو الجيت واي على الشبكه. وبعدين بحكي له كوميت. الان لو حكيت له شو راوت، صار عندي 2 راوتس، كمان صار عندي 2 دايركت، شبكتين متصلات. وانا اللوكال يعني اللوكال اي بي ادرس تبعي عبارة عن 192.168.2.1 وهنا 32.2. لكن هنا انتبه انه عندك كم التكلفة لحتى ما اوصلهم كلياتهم؟ زيرو. انا التكلفة زيرو، ما في عندي. طبعا احنا اللي بنتفرج عليه شو هو الراوت، يعني هو ايش الاي بي الراوتينج تيبل. يعني انا لحتى ما اوجه البيانات كراوتر لازم يكون في عندي تيبل، ماشي؟ هذا التيبل اللي فيه البيانات بقرر عن طريقه، يعني هو الخريطة تبعتي، بفصل لي كل الأمور وبيحكي لي شو اللي لازم أعمله وشو اللي مش لازم أعمله. إذا أجتني بيانات للشبكة 2 فأنا بوديها عبر الانترفيس EM0 unit 0، يعني أول unit logical unit 0. لكن أو إذا يعني كنا نشتغل على سيسكو واحنا بنعرف الفيلان 1، فالفيلان 1 ما فيها يعني ما كل الانترفيسز بالوضع الطبيعي بالفيلان 1، ونفس الشيء احنا على اليونت 0 شغالين. يعني احنا مش بالفيلان 10 ولا 20، هون احنا بالفيلان 0 او 1 يعني اللي هي بالوضع الطبيعي 0. ما في تاج، ما في فيلان اي دي على الباكيت. فهون يعني هاي الراوتينج تيبل تبعنا. طيب نشوف الان، خلينا نعمل run ping. ما احنا ما حطينا صحيح اي بي ادريسز هون، ما في عندنا اي بي ادريس حتى ما يعني نعملهم ping. فندخل على configuration mode نحط set مباشرة. خلاص احنا يعني عرفنا انه set interface em 1 unit 0 family inet address 192.168.2.3 وهو بده يكون 3 على الشبكة ساش 24 وكمت. الآن لو أرجع على الراوتر عندي اللي هون الأولاني وأحكي له run ping 192.168.2.3.3، خلينا نعطيها رابد لأنه إحنا متعودين على شكل البينج في راوترات سيسكو، فهي بعطيني 3 فول.
لو حكيت له بدون رابط فهو بيعطيني انه انا قادر اوصلهم، بدي نص ثانية، بدي ثانيتين، اقل من ثانية، اقل من ثانية، هون الوضع صار عندي. فانا بعمل له كنترول سي وبنهي الموضوع. الان انا هون عملت كونفيجريشن لاول انترفيس، بدي ادخل على الانترفيس الثاني اللي هو 3.1 اللي هو وين؟ هاي الـ EM0 لراوتر 3، EM0 اللي بوصلني مع الشبكة هون هو 3، وهو لأنه الجيتوي نحط له واحد لأنك أنت متعود على أنه الجيتوي لازم يكون واحد. هاي كل الـ يعني هاي الـ الأمر كامل. بعدين بحكي له كومنت وبنحكي له run. ليش؟ لأن احنا مش باليوزر مود، يعني احنا حاليا موجودين بالكونفيجريشن مود. run show route وبنشوف هنا انه صار في عنا نفس الراوتينج تيبل، صار في عنا شبكتين متصلات بشكل دايركت واللوكال اي بي ادرس تبعهم هاي، والتكلفة لحتى ما اوصلهم صفر 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 صفر. طبعا هاي الاي بي ادرس اللي انا الانترفيس اللي انا عن طريقه بقدر اتصل فيهم. الان انا دخلت هنا طبعا بدون ما انتم تكونوا موجودين، وعملت تشيك على اساس انه ما نواجه يعني يعني ما نواجه مفاجآت. فلو حكيت له اي بي طبعا اي بي انا اللي عملته اللي هو اي بي، حكيت له 192.168.3.100/24 والجيت واي تبعي 192.168.3.1 اللي هو ار 3. هاي انا حطيته هون يعني دقيقة هياته، هذا هو الاي بي ادرس اللي انا حطيته او هون اصلا هاي الامر كله هياته يعني، بس انا واجهت شوية مشاكل فهون يعني ما عملنا اشي جديد اصلا، نفس الاي بي ادرس تبعنا. فلو حكيت له بينج مين الجيتوي عشان اتأكد انه في عنا كونكتيفيتي، فهو بحكي لي انه انا عندي كونكتيفيتي ما عندي اي مشاكل. وكمان بما انه في عندي انترفيس موجود على الراوتر 3 اللي هو 2.3، هاي من جهة راوتر 2، انا بقدر اوصل له. ليش؟ لانه موجود بالراوتينج تيبل تبع R3. لكن بقدر اوصل لا الانترفيس تبع R2؟ بقدر اوصل له طبعا، لكن وين المشكلة راح تصير؟ R2 ما بيقدر يوصل لي، R2 ما بيقدر يوصل. ليش؟ لانه ما في شيء بالراوتينج تيبل بدله على انه انا قاعد يعني انه في شبكة، ما في شبكة 3 عنده نهائيا، ما في اي شبكة 3، واحنا عارفين انه هون الشبكة عندنا 3. فاحسن حل علشان نحل هاي المشكلة نقوم بالتالي، نضيف static route. نحكي له انت يا راوتر R2 set routing option. بقدر احكي له set routing option routing options static طبعا. او يعني بقدر ادخل هنا وبعد ما يعني طبعا هاي لو عملت له edit، بس انا عملت له هاي route، وهنا بتحط النتورك تبعتك اللي هي انا على راوتر 2، فعلشان اوصل لراوتر 3 او النتورك 3.0 لازم اروح عبر النكست هوب، عبر نكست هوب، نكست هوب. طيب نكست هوب 192.168.233 اللي هو الاي بي ادرس اللي انا بعرف وين هو، مش عندي النتورك 23 بالراوتينج تيبل، وانا بعرف انه الاي بي ادرس تبع ار 3. بعدين بعمل له كوميت وبنلقي نظرة على الراوتينج تيبل تبعنا عشان نتأكد انه امورنا تمام. الان هل البينج راح تزبط؟ طبعا راح تزبط. ليش؟ لانه انا صار عندي معرفة انا كراوتر ار 2 انه هاي الشبكة موجودة على ار 3. خلينا نرجع لهون. طبعا ورجيتكو انا حطيت الاي بي ادرس، اتوقع هنا كمان حاط الاي بي ادرس. تمام، هاي الاي بي ادرس شغال 100%. فانا حاليا راح اعمل بينج لمين؟ للار 2. اموري تمام. بقدر اعمل بينج للار 2 الانترفيس اللي من جهه ار 3؟
بقدر اعمل. الان بدي اعمل بينج ل ار 3 ما بقدر اعمل. ليش؟ لانه ما في عندي راوتينج تيبل، ما في عندي يعني شيء بيعرف ار 3 انه في شيء اسمه شبكه 2. ما في اي شبكه اسمها 2. الان بدنا نعمل ندل راوتر ار 3 set routing option static هون نحط راوت ونحط النتورك تبعنا اللي هي دوت 2 ودوت 0 سلاش 24 next hop 192.168.2.3.2 اللي هي الانترفيس اللي احنا بنقدر نوصل له، او هو يعني الاي بي ادرس تبع ار 2. الان بنحكي له كومنت وبنلقي نظره على الراوتينج تيبل تبعنا، بنشوف انه في عندنا ستاتيك راوت وقيمتها هون مش زي ستاتيك راوت بسيسكو راوترز قيمتها 5 بينما سيسكو راوترز قيمتها 1. نرجع لراوت للهوست واحنا بنقدر نوصل له، بنقدر نوصل له اكيد من ار من ار 3 عن طريق ران 192.168.2.3 او 2.100 ران بينج، انا متاسف بينج، وانا بقدر اوصل له. لو حكيت له رابط بعطينا نفس البينج وبعطينا 5 صح، بحكي لي انه 100% امورنا شغاله، زيرو باكيت لوس 100% يعني 100% سكسس. وهيك بنكون عملنا كونفيجريشن للستاتيك راوتس وعملنا كونفيجريشن للاي بي ادريسز على الانترفيسز. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.